اوكي، السلام عليكم ورحمة الله. حنتكلموا على الليسنينج وبعدين نحكوا على الريدينج في الامتحان. شو ممكن يصير في الامتحان؟ اول حاجة حيبدوا بها طبعا الليسنينج. الليسنينج عبارة عن two parts، A في booklet و B و C مع بعضهم في booklet بروحهم. يعني حيعطيك ال A 15 minutes 20 question، كيف ممكن نحلو ال part A في الليسنينج. طبعا بارت اي عباره عليه انه هو بيعطيك كراسه الاسئله فيها اربعه فور تكست اي بي سي اند دي، ومعاها طبعا كراسه الاجابه اللي فيها المجموعه الاسئله. أني ناخذ الكيس نوت البوكليتس نتاع الأسئلة، عبارة على أربعة تكست، فور تكست، تكست A B C D. عادة الموضوع يكون طبي، حيكون فيه ديزيز أو كونديشن معينة، overview في بارت A، investigations أو symptoms في بارت B، investigations أو how to diagnose في بارت C. عادة بارت C أو text C أو B يكونوا فيهم diagram، فيهم رسمة، فيهم جدول، يعني تكون حاجة مرئية. أوكي، الفكرة متاع بارت A اللي هو في 15 دقيقة، كيف تقدر تجاوب على 20 سؤال، اللي هو إن هو testing your ability to work under pressure. يعني كأن أنت في الامرجنسي ديبارتمنت، عندك مريض is dying and you need to revise his file in 3 minutes in 4 minutes. محتاج تعرف شن مشكلته، محتاج تعرف شن ياخذ من تريتمنت، محتاج تعرف كيف تديله دايجنوزس، محتاج تعرف شن تعطيه من أدوية. الوقت قصير، المريض بيموت، وأنت under pressure، محتاج أنك أنت to make your move، محتاج أنك أنت to take an action. okay؟ فهذه هي الفكرة متاع بارت A. احنا ممكن نشوفوا فيها ورق وإجابات وأسئلة وكيف ممكن نحللها، لكن هما they are testing your ability to work under pressure في بارت A. بارت A سهل، بارت A مهم جدا جدا انك انت كيف تعرف تجاوب بارت A. طبعا في أسئلة من واحد لسبعة في بارت A، واللي هي الجملة هذه وين انكتبت، المعلومة هذه وين موجودة، التريتمنت وين موجود، في أما تكست اللي هم من نمبر 1 تو 7. هذه أول سبعة أسئلة حتكون بالطريقة هذه. بعدين الأسئلة اللي بعدها تنقسم لجزئين، جزء اللي هو يا أما complete sentence أو matching. أوكي، في البارت A أول حاجة بنديرها أني بناخد دقيقة من ال 15 دقيقة، دقيقة واحدة من ال 15 دقيقة هذه أنا محتاج أني نقرأ فيها التكست الأربعة، دقيقة واحدة 15 ثانية في كل تكست، 15 في A، 15 في B، 15 ثانية في C، 15 ثانية في D. في ال 15 ثانية هذه أنا مش محتاج نفهم السيتويشن، أنا محتاج نمر على رؤوس العناوين، نغطي ندير عليهم هايلايتنج، محتاج نمر على الأشياء اللي هي مكتوبة بنقاط، محتاج نعرف التريتمنت شنو هو، ندير عليه خط. أي معلومة تحس إن هي مهمة في الدقيقة هذه خط عليها بالقلم في التكست اللي هي يا إما A يا إما B يا إما C أو D. كملنا دقيقة هنا نبدو نحلله في الأسئلة. عادة الأسهل بالنسبة ليك أنك أنت تبدأ من السؤال رقم 8 وتمشي فورورد، 8 9 10 تكمل العشرين سؤال، كل سؤال مش هياخد منك 30 ثانية لو أنك أنت كنت عارف الإجابة وين ممكن تلقاها. يعني نورمالي الأوفرفيو الهيستوري حتلقاها في A، السيمبتومز اند ساينز حتلقاها في بي، السي ودي تختلف انفستيجيشن وتريتمنت او دايجنوزس، كيف ممكن نديرو دايجنوزس او شنو التريتمنت اوبشنز اللي عندنا، اي في اي ام تابلت، الريكويرمنت الريكومنديشنز حنلقاها في سي اند دي. نحله
ال 20 سؤال او ال 13 سؤال بالطريقه هذه، بعدين حنلقى ان من واحد لسبعه اسئله تافهه جدا جدا، مش حتاخذ مني وقت طويل هلبة، غير لما نبدا نحل من واحد لسبعه على طول، لانني قاعد كيف بادي نحلل حياخذوا مني وقت اطول. هذه وين موجوده نمشي للتاسك، هذه وين موجوده نمشي للتكست، هذه وين موجوده نمشي للتكست. لكن لما نبدأ من 8 ل 20 نكملهم ونرجع للسبعة أسئلة الأولاد، حنلقى روحي سمبلي حليتهم A B C D C B A D، حليتهم بكل بساطة جدا جدا. بارت A time management، بارت A very easy، بارت A محتاج نجيب فيه 20 من 20. هذه أكثر advice ممكن أن نقولها في بارت A، من حنقدر ندير covering أكثر من هيك، لأن هي بكل بساطة بارت A عبارة على time management. أوكي، كملنا بارت A، تموا ال 15 دقيقة، الأسئلة الأوراق انسحبت منك، هيعطوك بارت B and C. بارت B and C شني فيهم من معلومات؟ في بارت B حيكون عبارة عن handover عادة أو discussion between two nurses, between doctor and nurse, between two doctors, between doctor and patient. عادة يكون بالطريقة هذه. sorry, I think I missed the things. I think I'm trying to explain for the reading. Sorry, it's not listening. نكمله. طبعا هذا reading اللي كنت نحكي فيه. Sorry, it's not listening. فهو عبارة عن 4 text as I told you. كل text فيه مجموعة من الـ options، يا أما background، يا أما symptoms and signs، يا أما investigations أو treatment options. أوكي، كملنا part A في reading، حلينا بالطريقة هذه. الأسئلة عبارة عن short answers أو complete sentence أو matching. كملت الأسئلة، سحبوا منك البوكلت متاع الريدنج، هيعطوك البوكلت متاع الريدنج في B and C. B and C نتكلم عليهم، اللي هو حيكون في مفروض انك انت تدير سكيم ريدنج، انك انت تهايلايت اللي most important information، انك انت to come up with the answers. اوكي، بارت B عبارة عن 6 questions، كل سؤال في 3 answers. حيكون في باراجراف في كل صفحة، يعني عندك 6 صفحات في بارت B في الريدين، كل صفحة فيها سؤال، حيكون في باراجراف وحيكون في 3 options. أوكي، لما أنت بتحلل في بارت B في الريدين، يا أما حيكون في سؤال دايركت، يا أما حيكون في جملة أنت بتكمل إجابتها. أوكي، توني نتكلم عليه الريدين بارت B. إذن أول حاجة عبارة عن 6 questions، وكل سؤال في 3 answers. وطبعاً الquestions عبارة يا أما complete question، يا أما incomplete sentence، وأنت بتكمل الإجابة متاعها. لما بتجيب تحلل في بارت B شنو نديره؟ أول حاجة بتديرها إنك أنت بتقرأ السؤال. هتلقى باراجراف؟ لا، أنا نقرأ السؤال، نقرأ الباراجراف، بعدين نرجع للإجابات. وأنا نقرأ في الباراجراف، طبعا خلينا نقوله إن بارت B و C مع بعضهم يجوا 45 دقيقة، مفروض نقسمهم أقل حاجة 12 دقيقة 15 دقيقة في بارت B، باش نقعد لك نص ساعة في بارت C اللي هو يصير فيه struggling، واللي هو يكون فيه معظمنا نلخبطوا فيه في بارت C. إذن بارت B 6 questions 3 answers each، والوقت قصير، محتاج إني نجاوب على قد ما ممكن نسيف تايم لبارت C، هو أفضل بالنسبة لي. لما نقرأ في الباراجرافز متاع البارت B، أنا محتاج إني نركز على كلمات في الباراجراف هي اللي حتعطيني الإجابة. شنو هي الكلمات اللي ممكن تساعدني باش نعرف الإجابة في بارت B؟ اللي هي لما نلقى most common, mostly, however, should, they think. الكلام اللي هو emotional أكثر. لو نلقيت adjectives أو لقيت adverbs، ركز عليهم في الباراجراف.
لأن الإجابة حتكون بعدهم. إذن نقرأ السؤال هو الأول، نقرأ الإجابة، نقرأ الباراجراف، حنطلع الإجابة. في بارت بي الموضوع ما يكونش ميديكال. كيف ما يكونش ميديكال؟ يعني إجابتك ما تعتمدش عليه النولج متاعك أنت كطبيب، تعتمد على شني؟ تعتمد على الكومبرهنسيف كونتنت، تعتمد على اللانجوش اكسبيرينس متاعك. هتلقى أن الإجابة ما بين السطور، لكن هي لها علاقة بقوة اللغة متاعك. الإجابة عمرها ما تكون ميديكال، يعني أنت باش تحل السؤال هذا مش ضروري تكون طبيب، لكن لازم تكون عندك ability أنك أنت تفهم الباراجراف. أنا مش طالب منك أنك أنت تقرأ الباراجراف كله تهضمه وتطلع بالإجابة، لا، أنا طالب منك أنك أنت تركز على الكلمات التريكي words اللي هي ممكن تساعدك أنك أنت تلقى الإجابة. حتلقى ما بين السطور في كلمات اللي هي comprehensive words أو emotional words اللي هي لها علاقة باللانجوش، most commonly should have must however in spite although. حتلقى adverbs أو adjectives، فهي اللي بتكون لها علاقة بالسؤال وإجابته. نحاولوا إننا نكمل نكفر 6 questions في maximum 15 minutes. Otherwise فأنت you are wasting time of part C. إذن 15 دقيقة part B، نحاول إننا نكفرنج all the 6 questions in 15 minutes. لو أني نقدرت نحلل الـ 6 questions in 15 minutes، فأنا حيكون عندي وقت أني ممكن نهاندل بارت C. إذن بارت C مع بارت B حيكونوا مع بعضهم في نفس الوقت. بارت C عبارة عليه 2 texts، كل text يعني الأفرج بيكون حوالي 800 كلمة، وهذا طبعا مدارينا حتى هو لغرض معين، إنك أنت كيف ممكن you're not getting lost in between the lines. بارت سي عادة حيكون عبارة عن idea، حيكون في writer، حيكون في كلام كبير، وحيكون في معلومات هلب احنا مش فاهمينها. أوكي، so في بارت سي حيكون عندك 8 أسئلة، ال 8 questions for each with different function focusing on details on detailed answers and idea. طبعا الانسرز يعني حيكون غالبا مش موجوده بين الاجابات، وغالبا مش حتلقاها بين السطور متاع التكست بنفس الكيفيه، لكن عاده يعطوا في هند في بارت سي فور شور. يعطوا في هند شنو؟ يقول لك مثلا، يقول لك in the first paragraph the writer was this and this and this. What do you think about part paragraph B? What is the idea of this of the writer in paragraph 3? Dr. X thinks that in paragraph 4. فأني أول حاجة بنديرها في البارت سي إني بنجي نرقم الباراجرافز. هتلقى طبعا أنت هتلقى باراجرافز، مجموعة باراجرافز بالطريقة هذه. أول حاجة بتديرها أنت شن هي لما بتبدأ في بارت سي؟ أول حاجة بتديرها في بارت سي شن هي؟ أنك تجيب القلم بتكتب 1 2 3 4 5 لنتوصل لـ 8 أو قداش باراجراف عندك. علاش؟ لأن هذا حيختصر عليك عدد من الثواني في المجموع حيكونوا هلبة. مثلا لما يقول لي in paragraph 3 أنا من بيش نقعد نعد 1 2 3 آل paragraph هذا،
أربعة خمسة ستة أهو هالبرغراف ستة. لأ أنا حنجي على رقم ستة طول نقراه، لأننا لو كل مرة قعدت نعد في البرغراف مرات نغلط في العدان مش حنلقى الإجابة، بنفس الوقت نضيع على روحي في ثواني مهمات جدا جدا في أننا ممكن نستعملهم في حاجة أهم اللي هنا نحل بها أو نقرأ بها السؤال. إذن بارت سي أول نقطة نكتب البرغرافز أرقام البرغراف قدام كل برغراف باش يسهل علي، لأنه هو أريدي حيقول لي مثلا إن برغراف 1 إن برغراف 2 إن برغراف 3 على حسب السؤال في أما برغراف. الأنسرز الأنسرز بنفس الطريقة، حتلقى حتى هي things، حتلقى حتى هي hints، حتلقى حتى هي ideas في في الأنسرز. يعني السؤال نفسه حيكون فيه جزئين، جزء يوضح لك في أما برغراف الإجابة، والجزء الثاني حيكون جزء من الإجابة. حيقول لك مثلا إن معظم الإجابات اللي أنت محتاجها حتلقاها بعد كلمة think believe say، حتلقى إن معظم الإجابات فيها in my opinion likely most probably، حتلقى إن في adjectives، حتلقى في emotional words مثلا يقول لك absolutely right، مثلا تلقى compelling أو interesting idea situation remarkable unremarkable fortunately unfortunately، حتلقى مثلا حاجة ما بين أقواس، أو تلقى حاجة فيها quoting signs symbols إن هو قال الجملة هذه، حتلقى إن هذه الأشياء هي اللي حتعطيك hint أو حتوري لك الإجابة وين موجودة. إنك أنت تقرأ البراغراف وتحاول تفهمه وتحاول تطلع منه الإجابة، هذا أول حاجة حتضيع على روحك وقت هلبة جدا جدا. تاني حاجة صعب جدا جدا إنك أنت تقدر تحلل بالطريقة هذه unless إنك أنت كنت متمكن هلبة في اللغة، ومع ذلك حيكون الوقت ضيق بالنسبة ليك. ممكن إنك أنت بالطريقة هذه تجاوب أربعة أسئلة صح، لكن أربعة أسئلة مش حتلحق عليهم أصلا. لكن البارت سي لازم تخلي روحك سوبرفيشيال، لازم تحلل بالطريقة هذه، ما تحاولش انك انت تفهم بارت سي، لكن تحاول انك انت تجد الكومبرهنسيف ووردز، تجد التريكس، تجد الهنتس اللي هو حاطها لك. طبعا هو مش حيتكلم كلام بلايند هيك وخلاص، لا هو حيحكي لك على فكرة، حيحكي لك على مشكلة، وحيقول لك آراء مجموعة من الرايترز أو آراء مجموعة أطباء. ولما بيسألك حيقول لك مثلا في البراغراف نمبر 3 الدكتور مان said that something and this and this and this. فأنت السؤال حيكون في شقين، شق يوضح لك البراغراف اللي فيه الإجابة وين، والشق الثاني حيعطيك جزء من الإجابة لما يقول لك in his opinion regardless his opinion there was this and this and this. فأنت حلما تجيب باراجراف حتلقى مثلا إنه هو Mr. Man said that this and this and this however this and this and this. إذن regardless هي نفسها however، يعني those connectors those يعطوا connecting two opposite ideas. إذن هذه هي الإجابة. اللي بعد كلمة however هي نفسها، هو كتب لي في السؤال regardless مثلا، فأني نعرف أن اللي بعد كلمة however هي هذه الإجابة، نشوفها وين تتماشى مع الأوبشنز في الأنسرز اللي عندي. إذن باش إنك أنت تجاوب البارت سي مفروض إنك أنت تفهم الفكرة متاع الرايتر، لكن أنا ما عنديش وقت نفهم الفكرة متاع الرايتر، أنا عندي وقت إني نبحث عليه التريكس والهنتس. بارت سي ما تخافش لو انك غلطت فيه، ما تخافش لو ان الوقت داهمك، لكن انك انت مطالب في بارت A and B انك انت تكفر all the questions، لان احنا عندنا مساحة الخطأ، وعندي مساحة اني يعني مش لازم نجاوب 100% لكن لازم نجاوب باش ننجح. اوكي so that's it for the reading. If you have any question please open the mic and ask or you can post on the chat. طبعا معظم الإجابات عادة تكون في نهاية البرغراف، معظم الإجابات حيكون فيها حيكون قبلها hints أو كلمة تشير إليها. أوكي okay.
هتلقى حاجه هنا في الباراجراف في البارت سي الانجليش لانجويج الليفل بتاعها اعلى شويه من انك انت ممكن تفهمها في نص ساعه، محتاج انك انت تقراها اكثر من مره، فهذا احنا ما عندناش وقت. اوكي يس بليز. لو ان في حد عنده سؤال شباب. اوكي بارت سي لو ما فيش هند حيكون في هند يا رسل، ما تخافيش اي حاجه فيها هند. لو ما في لو ان في سؤال ما فيش هند حاولوا انك انت نفس القصه شباب، حاولوا انكم ما تحطوش عراقيل لانفسكم، حاولوا انك انت تكون فليكسبل شويه، عادي لو انك انت غلطت في واحده اثنين ثلاثه عادي، المهم انك انت يو دونت جيف اب، ما تخافيش من البارت سي، ما تحطوش لو انك انت من تو خايفه من بارت سي فانت مش حتجاوبي فيه كويس. اوكي اي سؤال شباب في الريدنج، المساحه مفتوحه انك انت تسال في الريدنج لو ان عندك اي سؤال. ممكن في سؤال للدكتور هوازن سالته قبل شويه. اي حد عنده سؤال او استفسار شباب؟ اوكي سو ذاتس ات فور ذا ريدنج. الريدنج معتمد عليه انك انت تبراكتس، حاولوا انكم انتم تبراكتس في النص ساعه بارت سي، ديروا 45 دقيقه بارت بي ان سي. لما انت دير براكتسنج في بارت بي ان سي بعدين تشوف الاجابات، هذا اسمه اسسمنت. لا انت محتاجه انك انت تبراكتس مور ذان وانس في البارت سي وبي باش تقدري تو بيلد كونفيدنس، لازم يكون عندك كونفيدنس باش تقدري تجاوبي. حاولوا تتبعوا الطريقة هذه لأن هي هذه الطريقة الأسهل، أني نشوف أن هي أسهل طريقة أنك أنت تهاندل بارت بي أن سي في الريدنج. بارت أي قلنا تايم مانجمنت، بارت أي معتمد على أنك أنت تجد الإجابات السهلة اللي موجودة في قدامك، حتكون الإجابة واضحة وحتكون سهلة، المطلوب منك أنك أنت تحلها في 15 دقيقة، 20 سؤال في 15 دقيقة أعتقد أنه حيكون تشالنجينج شوية، لكن أنك أنت تو براكتس من توا أفضل شيء. دقيقة في التكست وباقي ال 14 دقيقة تحلل فيهم الأسئلة، تبدأ من رقم 8 باش تقدر انك انت تكفر كل الكويشنز كل باراجراف، لان عندي مشكلة بالوقت. طبعا نادية لو انك انت قريتي كل باراجراف احتمال يتم الوقت قبل ما تبدي تجاوبي اصلا، فانت لازم تديري حاجة اسمها سكيم ريدنج، انك انت تقري سوبرفيشال اللي هي اوكي ذس از يا مسز مستر اوكي ذس از وين، هذا مش في بارت سي، هذا في بارت A and part B. Okay. If I couldn't complete all, okay, this is question. Here we have a question here. If I couldn't complete all of part B and I can't depend on part B and C because sometimes my score on part A depends on the type of the topic. If it is familiar or not. Yeah, okay, it's up to you. But أعتقد أن part A هو أسهل part. بارت A هو أسهل بارت، حاولوا أنكم أنتم تتدربوا عليه أكثر. Try to do part A in 14 minutes now or 13 minutes so you can do it in 15 minutes in the exam. أحياناً حتى اللي بين الأقواس أقرأ أكثر مرة حتى أعرف الجواب، يعني الجواب يكون مو direct، تابع اللي قبله واللي بعد. Yeah, that's it. Time management بهذا الوقت practice ممكن تحسن أكثر. Yes, yes, yeah. لما تدير براكتس أكثر حتتحسن أكثر مع القراءة يا رسل. يا في بارت سي مش محتاج أنك أنت تقري كل الباراجراف، إيه حاولي أنك أنت، أنا شو ندير في بارت سي؟ نقرأ من الأخير، نجي للباراجراف من الأخير، أو أنك أنت ممكن تبدي سكيم ريدنج وتدوري عليه الكلمات اللي هي emotional، وأنت تقري في الباراجراف حتلقي أن في كلمات emotional هذيك نوقف عندها. يعني اش يعني كيف مثلا؟ شوفوا اني مثلا بندير سكيم ريدنج للكومنت اللي كتباته رسل. دكتور احيانا لما نكواس حتى نعرف الجواب، يعني الجواب يكون مو دايركت، تبع اللي قبل وبعد تايم مانجمنت، هذه اسمها سكيم ريدنج. لكنك انت بتقرا بتقولي دكتور احيانا حتى اللي بين الاقواس اقراه اكثر من مره حتى اعرف الجواب،
هذا قاعد هي قاعدة تو ما تتكلمش على البروبلم اللي عندها. شنو البروبلم اللي عندها؟ البروبلم اللي عندها يعني الجواب يكون مو دايركت. فأني نقرأ سكيم، لكن الحاجة المهمة نقرأها لا ايباد جايز ايم اي توتالي اجينست انك انت تحفظ كلمات وتحفظ مصطلحات سواء كان في الليسننج ولا في الريدنج، لانك انت بتحمل البرين بتاعك اكثر من طاقته بالطريقه هذه. يعني هذا طريقه، شوف شو بنقول لك انا تو. البرين عندك او اي تي، عندك الجزء هذا speaking، الجزء هذا مثلا بنديروه reading، الجزء هذا بنديروه writing، والجزء هذا بنديروه listening. علاش أنا نعبي البرين كله بكلام بنحفظ في جمل؟ أنا بدل ما نبدأ شغال نبدأ نشتغل هنا، بس نبدأ نشتغل هنا كله ونبدأ ندور في الكلمات اللي نيم هل هي موجودة أو لا. غلط، هذا completely wrong. ما تحاولش تحفظ كلمات in order انك انت تلقاها في الامتحان، يعني in hope انك انت you're hoping انك انت ممكن تلقى الجملة دي في الامتحان. لا، اني in practice اني ندير performance، اني ندير امتحانات listening والreading افضل من اني نقعد نحفظ في كلمات. لكن اني بنحفظ templates في writing. علاش بنحفظ templates؟ لانه هم سهلات عندي، يا اما emergency يا اما referral يا اما سيكاتريك يا اما ديشارج يا اما جي بي لتر يا اما ورك بليس اسسمنت اور وات ايفر ات از. اذا عندي مجموعه اشياء، كانها امرجنسي ام رايتنج تو ارجنت ريفير اور ام رايتنج فور ارجنت ريفيرال، كانها كولد كيس ثانك يو فور سيينج مستر كذا كذا، كانها ديشارج ام رايتنج تو ابديت يو ريجارد ام رايتنج to refer Mr. كذا كذا who's being discharged this morning or today after treatment of this and this. كانها GB I'm writing to update you regarding this and this and this. يعني أنا عندي 6 options one of them حيجي، يعني for sure one of them حيجي. نحفظ template نحصل بها درجات for sure. لكن نجي في الريدنج نحفظ 1000 كلمة، علاش نحفظ 1000 كلمة؟ أنا مش هنحفظهم، حيضيعوا لي وقت وحيديروا لي depression أكثر من اللي أنا فيه. أوكي؟ Okay, so okay. Any question, guys, so far? So listening. حنتكلم طبعاً listening موضوع practice listening موجودات على اليوتيوب. هلبة records more than enough listening. إنك أنت تدير listening أول حاجة. نسمع ال A و B و C مع بعضهم. نكتب الإجابات اللي عندي. كملت الإجابات حيكون في نهاية الريكورد الإجابات الصحيحة. الإجابة الصح ندير قدامها صح، الإجابة الغلط نكتب قدامها الصح. نسمع الريكورد الثاني في نفس الوقت، وانا نسمع في الريكورد الثاني شنو يصير، عيني عليه الإجابات حتى الإجابات الصح اللي انا كاتبهم نشوفهم، باش لما البيشنت يذكر الإجابة وانا عيني عليها يصير في كونكشن بتوين الليسنينج والاندرستاندينج سنترز، فهو الكلمة هذه خلاص ما عادش تضيع مني. الإجابة الغلط نسمع البيشنت كيف يقولها، باش هو قال هاي فيفر، أنا سمعت هاي فيفر وهي هاي فيفر مثلا، هي هيك تنقال خلاص، معناها ما عادش بننساها في الجديد. بنفس الطريقة في كلمات أحيانا تكون متشابهة وهذه هي اللي يصير فيها الأخطاء، أو مرات ما نلقاهاش عن الكلمة أصلاً، لكن خلاص انقالت في جديد عرفتها كيف تنقال. لازم ندير هذا اسمه براكتس، إنك أنت تقرأ، إنك أنت تحلل الإجابة مرة واحدة، أوه جبت 32، جبت 28، وخلاص النود ونسيب، لا غلط. لازم نعاود البرفورمانس نفسه أكثر من مرة. هوازن سمعت دروبينج وهي دروبينج، أوكي. Yeah, so next time you will not miss it for sure. وهذه هي الطريقة الصحيحة اللي إنك أنت تقدر تجاوب بها في listening. إذن listening حيكون في talk في part A،
between the patient and the doctor. أنا إيش المفروض ندير في بداية لو أول ما يعطوني البوكلت؟ مفروض ندير تشيك على السريع عليه الأسئلة، نشوف الكلام اللي مكتوب. بينما هو يحكي طبعا in this part you have this question the answer will be this، طبعا هو يعطي يشرح شوية في البداية. أنا في الفترة هذه مفروض أني ندير تشيك عليه المساحات اللي عندي، الفراغات اللي مكتوبة عندي في الأسئلة. أوكي؟ لا blink blink yeah that's it same yeah مش حتنحسب غلط. أوكي إذن قريت الأسئلة شفتها على السريع، البيشنت الدكتور بيتكلم. عادة الدكتور مش حيكون في إجابات في كلام الدكتور، لكن الدكتور هو اللي بيساعدني أني أنني نعرف الإجابات على شنو يحكوا توا، نعرف البيشنت شنو بيقول. لما يقول لك how can I help you، إذن البيشنت حيحكي عليه symptoms. لما يقول لها the investigation what treatment you are taking، فهو حيحكي عليه treatment. إذن الجايدنس متاعي هنا هو الدكتور، لكن الانسرز بتجي من البيشنت. لما البيشنت يبدأ قدامي السؤال اللي هو البيشنت توا حاليا يتكلم عليه، مفروض أنا نكون في الثواني البسيطة هذه نكون prediction، نكون توقع للإجابة. مش ضروري نجيبها صح الإجابة، لكن أتليست أنا مساعد الليسنينج متاعي. هو كاتب مثلا حاجة بين مثلا في الإجابة فراغ بعده بين، إذن أنا نستنى في صفة للبين. أي صفة تنقال فهي هديك الإجابة الصحيحة للبين. مثلا في التريتمنت أوبشنز مكتوب المكتوب بنادول، بعده مكتوبة فراغ، مكتوبة ديلي دي ولا بيردي، مثلا مكتوبة بيردي. إذن أنا متوقع أننا نسمع قداش مرة يتاخذ البنادول، صح؟ فهي هذه البريدكشن، هي هذه التوقعات. أنت في البراكتسينج متاعك في بارت A وبارت B وبارت C في الليسنينج، أنت بتنمي قدرتك على التوقع. ما تجيش تحفظ كلمات وتتوقع أنها هي بتجيك في الامتحان، لا. أنا مفروض نتوقع، نبدأ ننمي في قدرتي عليه المتوقع. أوكي؟ البارت A معظمة بالطريقة هذه في اللسن. حتلقى talk, patient, doctor يسأل فيه، البيشنت يجاوب، الدكتور يسأل، البيشنت يجاوب، الدكتور يتكلم مع البيشنت، والفراغات انت لازم تملاها بالطريقة هذه. لما نجولي بارت بي وبارت سي، هنا حيختلف الموضوع شوي، اللي هو how to catch up في الاند راوند. يعني انت لما يجيب لك في بارت بي زوز يتكلموا، اذا كان هما two patients two doctor patient and nurse two nurse nurse and patient، فأنت هنا بيحطك في المستشفى ويبي يشوف الرسبونس متاعك في المستشفى كيف بيكون. فهو نفس الشيء، حيكون زوز يتكلموا، حيكون في سؤال، السؤال عادة حينقال نفسه في التوك، الإجابة نفسها حتنقال في التوك، مش حيكون في فرق كبير هلبة في الإجابات بتوين اللي انقالت في التوك أو الدسكشن وبتوين الإجابة اللي أنت حتلقاها بين السطور. حتكون الإجابة واضحة. بارت بي مجموعة أسئلة، كل سؤال عليه options، والإجابات حتكون موجودة نفسها في ال discussion. أوكي هوازن. Okay, so Hawazin, okay,
سؤالي listening سؤال على بارت A، نبي نعرف هل امتحان حقيقي بكلمات وجمل قصيرة، لأن كنت حاضرة حضرت البارت، كانت إجابات فيها فراغات زي optometrist check up. يا أوكي، فراغات تانية teaspoon of fish oil. أنت حتلقي الكلمة، حتلقي الجملة، حتلقي الفراغ، يعني مش حيكون أكثر من كلمة أو اثنين. اي حتنحسب غلط، لانك انت ما هو في التيسبون، التيسبون هذه صفه، تيسبون شني، تيسبون اوف وات، يعني انت ما جاوبتيش الاجابه، انت جاوبتي جزء من الاجابه. نفس الشيء الاوبتيمترست تشيك اب، انت ما كملتيش الاجابه. تمام، غير لما تقولي مثلا سيفير بين، بين هاي فيفر، فيفر، لكن تيسبون وات. In part A listening if I have simple spelling mistakes multiple answers. لا ما تحتاج تحسب غلط يا ملاز ابدا، نو نو، ما دام الكلمه they can understand it they will count it as a, yeah they will count it as a, the correct answer unless it gave or it could lead to some other meaning. They didn't allow us to turn the page in my exam until the speaking, yeah, speaker says now look at part A. Yes, but even though after he will say now you look at part A, there will be a lot of talk before you can, before the starting of the real answers, okay? Yes, that's it. So, بارت A بكل بساطة بالطريقة هذه، بارت B عبارة عن handover أو discussion between nurses أو discussion between doctor and nurse or two doctors talking. So there will be a direct question and there will be options for the answer. نجو لبارت C في listening. في بارت C عادة يكون شن فيه؟ يكون في speaker أو يكون في حد يعطي في محاضرة أو لقاء صحفي. المشكلة في بارت سي شني؟ إن الشخص حيتكلم على طول وإنت مطالب إنك أنت تحلل الإجابات. بقى كيف نديره في بارت سي؟ في بارت سي لو إن إحنا نتذكره إن من ضمن الأشياء اللي بتوضح لك الامبورتنس حتى في حياتك العملية، لما تجي تحكي أنت وشخص تتكلم عادي عادي عادي، لكن لما بتحكي حاجة مهمة بتكون فيها ديب فويس أو بتقف عندها. كيف الكلام هذا؟ إحنا مشينا، لما مشينا للبحر ومشينا الصبح وكان الجو مليح ومشينا ومش عارف شنو، وبعدين في الليل تبدي تتكلمي بشوية. علاش؟ لأن الموضوع بدي سيريس شوي، فهذا هو الامبورتنت انفورميشن اللي تو بنقولها. لكن الأول كان كله مشان بسرعة بسرعة. نفس الشيء في السي، حتلقي نفس الطريقة هذه، حتلقي أن الدكتور أو السبيكر يتكلم بطريقة عادية، all of sudden بدي يتغير التون متاعها، أو all of sudden دار ستوب وبدي يحكي، أو all of sudden على صوته، أو all of sudden وطى صوته لكن بدي ديب صوته. هذه هي الإجابات متاعك. ممكن الإجابة تكون direct بعد question من الشخص اللي هو مدير المقابلة، لكن معظم الإجابات تكون بتون مختلف، يا أما أعلى يا أما أوطى يا أما وقف قبلها يا أما تغيرت الصوت متاعه. فهذه هي الإجابات متاعه. خدها مني المعلومة هذه، أسمعوا السي، حتلقوا إن أنتم قدرتوا تجاوبوا أكثر بالطريقة هذه. ركزي على التون متاع الشخص اللي يتكلم، حتلقي فيه اختلاف في نبرة صوته، يا أما وقف يا أما على صوته يا أما وطى صوته يا أما بدي سلو أكثر الكلام متاعه، وحتلقي الإجابة في الكلام هذا. يس يس يا يا. So guys if you have any questions so far. أي حد عنده سؤال استفسار guys yeah yes please شيماء
يس دكتور، كنت بقول لحضرتك ان الوقت بتاع الريدنج اللي هو قبل بارت سي 90 ثانية، دول ما بيكفوش ال6 أسئلة، ما ولو بيكفوش مش انت في بارت سي في الريدنج، شن بتديري؟ بتشوفي اول حاجه، اول ما بيعطيك ما تعدليش عليها التايم هذا. لا اول سوري، انا اسفه، انا اقصد في الليسننج، في الليسننج الوقت اللي بيديهولنا قبل ال90 ثانيه اللي قبل البارت سي، كل اكستراكت ما بيكفيش ان انا اقرا الاسئله باجاباتها، ايه مش ولو ما ضروري. قريتش. لا لا ما تخافيش، حتى لو ما قريتيش شيء انت حيكون عندك تشانس انك انت تهاف ا لوك as much as you can. انت مش مطالبه انك انت تقري كله. باي ذا واي، لو انك انت تبراكتس حتقدري تقريره. بنقول لك حاجه واضحه، لو انك انت تديري في براكتس كويس حتقدري تقري سهل وحتكمليه وحيقعد وقت. لكن لو انك انت خايفه، لو انك انت خاشه بفكره انك انت مش حتنجحي، او انك انت مش مداره براكتسنج كويس، او انك انت مدايره براكتس اكثر من اللازم، راو حتى لما تقعد تقرا هلبه وتتعب روحك وتسهر ليله الامتحان، راو مش حتجاوب كويس. راو انك انت تقرا كويس ممتاز، تقرا اكثر من كويس مش ممتاز. اذا ما تخافيش من الامتحان، تقري حتسدك، حيسدك الوقت لو انك انت قدرتي تقري، حيسدك الوقت لو انك انت قدرتي تديري برفورمانس او براكتس قبل الامتحان. ديروا تايمر على طول، اي حاجه تايمر، ما نقراش وخلاص، ما نجاوبش وخلاص، لازم تايمر. الاسئله سهله، المشكله في الوقت. اوكي تمام، بس هو انا ممكن يعني الوقت يكفي ان انا اقراهم، بس ما بقراش معاهم الاجابات، ولو ما قريتش الاجابات ما ببقاش اورينتد قوي بالسبيكر بيقوله، عشان مش عارفه هو هيقول ايه. حضرتك فهمتني؟ يعني انا ممكن اقرا بالكتير 4 أسئلة باجاباتهم في الوقت اللي هو 90 ثانيه ده. احنا نحكو توا على اما بارت بارت سي في 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 listening. في اللسن، Yes. وهو يتكلم اني مثلا قريت الخمسه او السته اسئله الاولى، تمام؟ وبعدين بدي وصل لي رقم خمسه وهو يقرا في رقم خمسه، انا جاوبته. عاده الاجابه مش حتكون في نهايه السؤال، فأنا كتبت الإجابة. أنا ممكن نقرأ ستة وهو قاعد في خمسة، ممكن نقرأ سبعة وهو قاعد في ستة، ما تصعبهاش على روحك، الموضوع أسهل من هيك. قاعد نقول للمرة الرابعة، ما تحطوش عراقيل قدامكم. سهل أنك أنت تهاندلي، لكن صعب أنك أنت، وأسهل أنك أنت تحطي عراقيل قدامك، حتبدأ صعبة عندك القصة. حاولي انك انت دير براكتس من توا، حتلقي انك انت يو كان كفر ات، يو كان دو ات. اوكي، المره الاولى قدرت خمسه، المره الثانيه سته، المره الثانيه ثمانيه. في بارت سي عندك تشانس انك انت تغلطي نفس الشيء، ما تخافوش منه. راو انتم احنا راو ما تديريش التارجت اني بنجاوب كل الاسئله، صعب جدا انك انت تجاوبي كل الاسئله، لكن السهل انك انت تجاوبي الاسئله، ما تحطيش انك انت لازم تجاوبي كل الاسئله صح، لكن تقدري تجاوبي الاسئله. اوكي. Can I write simple word in simple word in part C listening? Simple words انك انت تختصري الكلمات. اوكي، لكن انت مطالبه انك انت ترجعي بعدين تكملها. طبعا في حاجات في الليسننج ممكن يقبلها منك وممكن لا، اللي هي الاختصارات. يعني ممكن نكتب بي بي لانه هو هايبرتنشن، او نكتب سوري اتش تي ان على هايبرتنشن، لكن انا افضل لو نكتب هايبرتنشن بعد ما يتم الوقت نرجع نكتبها بسرعه، غير لي اني اي كودنت كاتش اب لما هو يتكلم. لكن افتر ذات اتس بيتر تو رايت ذا فول وورد. اوكي، okay guys, I think yeah.